نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من عاصمة الخبر، أهلا بكم، والبداية بأبرز عناوينها. أعضاء أوبك بلس يخفضون إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل حتى نهاية العام الحالي. أسعار النفط تسجل أكبر زيادة يومية منذ نحو عام. الشركات الأمريكية تستغنى عن أكثر من 136 ألف موظف في الربع الأول من العام الحالي. أعلنت الدول الأعضاء في منظمة أوبك وبعض المنتجين في أوبك بلس تخفيض الإنتاج اليومي من النفط اعتبارا من مايو المقبل كإجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية. وخفضت السعودية وروسيا إنتاجهما النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميا لكليهما، وستخفض الإمارات إنتاجها بمقدار 144 ألف برميل، كما ستكبح العراق إنتاجها بنحو 211 ألف برميل، والكويت بنحو 128 ألف برميل، والجزائر وسلطنة عمان بنحو 48 ألف برميل و40 ألف برميل على ترتيب. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه لا يعتقد بأن تخفيضات أوبك بلس منطقية في هذا التوقيت نظرا لعدم اليقين في السوق. وأكد أن إدارة بايدن ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدعم سوق النفط النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على الدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج، إلا أن المملكة العربية السعودية قادت خفضاً طوعياً منسقاً للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية في خطوة قالت إنها احترازية لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. السعودية والعراق والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر قرروا تخفيض الإنتاج اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يومياً بدءاً من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها بالتحالف المعروف بأوبك بلس في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يومياً.
وفي تحالف أوبك بلس، أعلنت روسيا أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري. يأتي هذا الخفض وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا في عام 2020، رغم مخاوف من أنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم المرتفع بالفعل ودفع المصارف المركزية إلى تشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة أكثر لاحتواء ذلك. الإعلان المفاجئ عن الخفض في إنتاج النفط جاء رغم دعوات الولايات المتحدة المتكررة لزيادة الإنتاج، وخصوصاً مع زيادة الاستهلاك وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا. ورداً على إجراءات تخفيض الإنتاج المنسقة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه لا يعتقد بأن تخفيضات أوبك بلس منطقية في هذا التوقيت نظراً لعدم اليقين في السوق، مؤكداً مواصلة إدارة بايدن العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدعم سوق النفط النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. ارتفعت أسعار النفط مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد إعلان تحالف أوبك بلس المفاجئ بخفض الإنتاج. وكان من المتوقع أن يبقي تحالف أوبك بلس على قراره السابق بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا حتى ديسمبر في اجتماعه الشهري اليوم. ويرفع الإعلان الجديد إجمالية تخفيضات أوبك بلس للإنتاج إلى 3,066,000 برميل يوميا، بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي. رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد الإعلان المفاجئ من أوبك بلس بشأن تبني المزيد من الخفض في الإنتاج. ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت لشهر ديسمبر من العام الحالي بمقدار 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، بينما رفع توقعاته بمقدار 3 دولارات لسعر الخام في ديسمبر 2024 إلى 100 دولار للبرميل. وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن خفض الإنتاج يمكن أن يوفر زيادة 7% في أسعار النفط. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من الجزائر دكتور حميد علوان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر والخبير في الشؤون الاقتصادية والطاقة. بعد التحية دكتور، يعني لماذا اتخذت الدول قرار خفض الإنتاج في هذا التوقيت تحديدا وبشكل منفرد ومتزامن قبل اجتماعهم اليوم؟ شكرا جزيلا، رمضان كريم وتحية سلام لكم وللمشاهدين. سؤالك عن ما يسمى سوق النفط، هو جاء هذا القرار ربما له شطرين. الشطر الأول، هناك من الخبراء من يقولون بأنه هو قرار فني اقتصادي محض، وهناك من يذهب إلى الشق الثاني ويقول بأن هناك رائحة سياسية في هذه القضية. أولا يجب أن نرى أو ندرس بعض المؤشرات في الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي قبل أخذ هذا القرار منذ أسبوع أو منذ 3 أيام، كان أعلن صندوق النقد الدولي بأن معدلات النمو إلى غاية نهاية سنة 2023 وبداية سنة 2024 لا يتجاوز 3%. هذا ما يوصف بأن هناك ركود اقتصادي عالمي، ومن ثم كمؤشر آخر ربما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الخام من الطاقة. ومن ثم اجتماع الأخير في السنة الماضية في أكتوبر السنة الماضية، وهو اجتماع منظمة أوبك بلس في رقم 33، جعل منهم أنهم يتفقون اتفاق جماعي على خفض أكثر من 2 مليون برميل يوميا، وهو ما أدى مباشرة إلى ارتفاع الأسعار ووصل إلى حوالي 100 دولار.
الآن ربما زاد هذا السعر، كان مؤشر آخر. هو كل يعلم بأن في بداية فصل الشتاء الطلب على الطاقة يزداد، ومن ثم لما الطلب يزداد يرتفع السعر، وهذه نظرية اقتصادية معروفة. الآن احترازيا، وهذا ما صرح به رسميا طرف هذه هؤلاء الأعضاء الذين تطوعوا أوعيا لتخفيض الإنتاج مرة أخرى، وسموه بأنه قرار احترازي. نعم. لأن احنا مقبلين على فصل الصيف وسينخفض الطلب على الطاقة، مما يؤدي إلى انهيار مرة أخرى الأسعار، لأنها هي انهارت من 95 وصلت إلى حوالي أقل من 70 دولار. لكن إذا وصلوا إلى هذا الاتفاق وأنهم يخفضون أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، هذا من بداية شهر مايو المقبل، ستؤدي الأسعار، وهذا ما يؤكد عليه بعض الخبراء وحتى بعض الهيئات المالية وبعض الهيئات المهتمة بأسواق النفط، أنه سيرتفع السعر في حالة هذا القرار نفذ، سيرتفع السعر من 5 إلى 10 دولار للبرميل، وهذا سيخدم بطبيعة الحال المنتجين ولا يخدم المستهلكين. ومن هنا هناك ما يسمى إدارة البيت الأبيض هي غير مرتاحة، لأن معدلات التضخم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة أكثر من 10%، المعدل العام للأسعار سعر الفائدة في كل مرة يرتفع، وهذا ما يؤدي إلى أن هناك ضغوطات على هذه المجتمعات في ميدان الطاقة. لذلك أظن بأن هذا القرار هو احترازي في البداية، والدليل على ذلك أن خلال هذا الأسبوع ارتفعت الأسعار بحوالي 3 أو 4 دولار، هذا كقرار أولي. نعم. أظن إذا انخرطت دول أخرى مثلا، لأن المترين بأن العراق مثلا تخفض أكثر من 210 ألاف برميل يوميا، هذا كمية هائلة، وأظن بأن السعودية أكثر من 500 ألف، روسيا ستدخل الخط. السؤال الذي هنا تحديدا دكتور حميد، نعم، إذن ما دلالة تمديد روسيا قرارها بخفض الإنتاج إلى نهاية العام مثل أعضاء أوبك، وإلى أي مدى يصب القرار في صالح روسيا؟ بطبيعة الحال هذا هو التخوف الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم خلال الحرب الأوكرانية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبية وضعوا حزمة من العقوبات، يعني آخرها هو فرض أنه لا تؤمن البواخر التي تنقل المادة الخام لروسيا. المستفيد الأكبر، وهذا إجابة عن سؤالك، المستفيد الأكبر من هذه القضية هي روسيا، لأن لو انخفضت الأسعار ستكون روسيا أمام موازنة ربما، أو مداخلها بالعملة الصعبة ستنخفض، ولا يمكن مواجهة مثل هكذا عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبية. إذن وكأن هذا القرار هو انحياز إلى روسيا، وسيرفع الضغط المالي على روسيا. أظن بأن هذا هو القرار الأول، الذي هو ربما بداية الاختلاف الولايات المتحدة أو بيت الأبيض مع هذه الدول الشرق أوسطية، خاصة السعودية والإمارات والكويت. نعم، وهنا أيضا ماذا عن الولايات المتحدة التي تحث دول أوبك لرفع الإنتاج يعني إلى أسعار أقل لدعم النمو الاقتصادي، ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كسب المزيد من الإيرادات لتمويل حرب أوكرانيا؟ أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية كقرار سياسي باتجاه هذا الدول ربما هو بداية الطريق، ولكن أنا أظن حسب تقديري بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة منتجة للخام، وربما أول دولة أو ثاني دولة بعد السعودية. أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيستعملون المخزون الاستراتيجي، والنقطة التي ربما سيعتمدون عليها مثلا نيجيريا لم تدخل في هذا القرار، فنزويلا وهي بلد منتج للخام بكمية كبيرة لم تدخل على هذا الخط. لهذا لما نتكلم على 24 دولة في المنظمة من بينها القرار اتخذ من طرف 7 دول، ممكن جدا أن سيكون التعويض من طرف هذه الدول التي لم تأخذ هذا القرار. ولكن دائما يبقى هناك قرارات احترازية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ضغوطا داخلية على المجتمعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ودفع سعر الطاقة بأكبر ثمن، وهذا سيؤدي إلى ركود اقتصادي وسيؤدي إلى ضغوطات على البيت الأبيض وكيف يسير الشأن الاقتصادي. أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل كل البطاقات التي لديها أو كل الأوراق، ستلعب كل الأوراق وست
تحاول أن تمارس كل الضغوطات على أنها سيكون لا يكون نعم. هذا القرار إلى غاية سنة 2023، لأن لو هذا القرار ينفذ وستنخرط دول أخرى في نفس القرار، هنا سيكون الإشكال، وربما نعم. يرتفع السعر لأكثر من $100، وسيلعب على قدرة أو قوة الدولار، وهو كذلك سيؤثر سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية نعم. وهذا ما يتخوف منه الأمريكان. نعم، أشكرك دكتور حميد علوان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر والخبير الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا. استغنت الشركات الأمريكية عن أكثر من 136 ألف موظف في الربع الأول من العام الحالي، وفقا لبيانات لي أوف تراكر، فإن إجمالي عمليات التسريح في أول 3 أشهر من العام الحالي تعد أعلى من المستويات المسجلة عن إجمالي النصف الثاني من العام الماضي، حينما بلغت عمليات التسريح 125 ألفا. ونفذت شركات كبيرة بقيادة قطاع التكنولوجيا عمليات تسريح واسعة للموظفين منذ نهاية العام الماضي. قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق إن أربيل وبغداد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع. وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي إلى ميناء جيهان بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة تحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. واتهم العراق في وقائع دعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014-2018. بعدما أظهر الاقتصاد الروسي مرونة في مواجهة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب، صرح رئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اقتصاد بلاده ربما يتأثر على المدى المتوسط بالعقوبات الغربية. وتراجعت إيرادات الحكومة الروسية وتحول اقتصاد البلاد إلى مسار نمو منخفض على الأرجح سيكون على المدى الطويل. بعد أكثر من عام من التقليل من أثر العقوبات الغربية على موسكو، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اقتصاد بلاده قد يتعرض لآثار سلبية على المدى المتوسط بسبب القيود. خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار النفط والغاز، الأمر الذي جلب مكاسب غير متوقعة لموسكو. لكن يبدو أن تلك الأيام قد ولت مع استمرار الحرب في عامها الثاني وتزايد قسوة العقوبات الغربية، تتعرض إيرادات الحكومة الروسية للضغط ويتحول اقتصادها إلى مسار نمو منخفض. خلال أول شهرين من العام الحالي، بلغ عجز الميزانية الروسية 34 مليار دولار، كما تراجع الروبل أمام الدولار بأكثر من 20% منذ نوفمبر الماضي، وفقاً لوول ستريت جورنال. وبينما يراهن بوتين على الطلب المحلي كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد، كشف مسؤول روسي انخفاض الإنفاق على الاستهلاك بنسبة 49% في العام الماضي، فيما توقعت مسؤولة سابقة في البنك المركزي الروسي أن يدخل اقتصاد البلاد في تراجع طويل الأمد. في غضون ذلك،
تقلصت القوة العاملة الروسية في ظل إرسال الشباب إلى الجبهة وفرار آخرين من البلاد خوفاً من التجنيد، مما ساهم في اتجاه ديموغرافي يشير إلى احتمال انخفاض عدد السكان في سن العمل بنسبة 6.5% على مدى السنوات العشر التالية وفقاً لبلومبرغ. نقص العمالة أمر لطالما حذر منه صانع السياسة الروسيون، إذ يقيد زيادة الإنتاج ويعيق الاقتصاد في وقت تسعى فيه الشركات إلى التكيف مع العقوبات الدولية غير المسبوقة المفروضة بسبب الحرب. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور، يعني يتخوف بعض الخبراء من أن يكون الاقتصاد الروسي قد بدأ في الانهيار، فما رأيك؟ تحياتي لك وشكرا على الاستضافة. روسيا لن تنهار اقتصاديا، لكن لا نستطيع التحدث عن نمو أو انتعاش اقتصادي في روسيا، لأنها الآن في حالة حرب واقتصادها هو اقتصاد حرب، أي أن الإنفاق الروسي على هذه الحرب حسب بعض التقديرات يتجاوز 500 مليون دولار يوميا. لا يمكن التأكد من هذا الرقم، ولكن تراجع دخل مداخيل الحكومة ب 35% في بداية هذا العام يشير أن روسيا تمر بمرحلة صعبة وتعاني من تقلص أو انكماش اقتصادي. مثلا عام 2022 انكمش الاقتصاد بنسبة 2.1% حسب التقديرات العالمية، ومن المتوقع أن ينكمش خلال هذا العام حسب البنك الدولي بنسبة 3.3%، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيتقلص الاقتصاد 5.6%، وحسب صندوق النقد الدولي سيتقلص الاقتصاد 7%. فالاقتصاد الروسي يعاني، ولكن هناك مقومات للاقتصاد لتمكين بوتين من الاستمرار في حربه على أوكرانيا وتحقيق أهدافه العسكرية والاستراتيجية. نعم. هنا تحديدا أريد أن أسألك، يعني بوتين دعا إلى التركيز على الإنتاج المحلي كداعم رئيسي للنمو، فكيف سينجح في ذلك، وهل يمكن أن يعول عليه كبديل المنتجات الغربية؟ لا يستطيع في الواقع الاعتماد فقط على الناتج المحلي، أن الانتاج المحلي هو للاستهلاك المحلي لعدم قدرة روسيا على الاستيراد من الخارج بسبب العقوبات القاسية وكذلك تجميد احتياطات البنك المركزي الروسي الموجودة في البنوك الأوروبية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. لذلك روسيا هي في مأزق في الواقع، ولكن لطمأنة الشعب أعلنت الحكومة عن إنفاق إضافي يبلغ 113 مليار دولار لتنمية الاقتصاد، ولكن هذا سيهدئ الأمور وسوف لا يحقق نموا اقتصاديا حقيقيا على واقع الأرض. نعم. الاقتصاد الروسي تعرض لضربة كبيرة مؤلمة بسبب العقوبات، وبوتين ذاته اعترف بذلك، ولكن هناك بعض العناصر المتعلقة بصناعة الطاقة ساعدت روسيا نوعا ما. مثلا خسر قطاع الغاز الطبيعي، خسر حوالي 18-20% من إنتاجه وتصديره، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة عوض عن ذلك قليلا. والآن روسيا تبيع النفط لآسيا، الهند والصين بخصم كبير، خام اليورال يباع بخصم 30-35%. أشكرك يا دكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من لندن.
إلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. شكرا لكم، ودوما هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى ملتقى.